دلوقتي دار المقابل كان زمان، كان زمان ده ايه، كان زمان منطقة سكنية، كان في هنا قهاوي وبتاع وورش، ما كانش كده يعني، وكان في ستابل وكان في حاجات. ده كان دلوقتي الناس خلاص بقى، اللي قاعد قاعد واللي راح راح. هي كانت منطقة سكنية مرة واحدة بقت استرجية، بعد كده بقت مطابع، بعد كده دخلت تليفونات من بره كده عشان جنب سوق تجاري. والبيوت القديمة دي ما اتغيرتش؟ لا ما اتغيرتش، أنا اتولدت لقيتها زي ما هي كده. في حد ساكن فيها ولا؟ في كلها، كل المنطقة ساكنة. كل المنطقة ساكنة؟ عيالهم بيتجوزوا ويطلعوا بره، يعني اللي موجود في المنطقة دلوقتي ما بقوش أهل المنطقة، بقوا من نزلاء عليها. أكتر حاجة كانت مشهورة هي ضرب المهابيل كانت إيه؟ البوزة. وقفلت كلها دلوقتي؟ دلوقتي قفلت، بقت دلوقتي أجهزة. أجهزة كهربائية، وكان كلها بتوع أكل وبتاع، كان كلها. لا في معظم محلات دلوقتي، معظم محلات فاتحة دلوقتي بتبيع أكل زي ما هي. دي ما اتغيرتش. دي ما اتغيرتش، وفي ناس قديمة لغاية دلوقتي ما اتغيرتش. بوزة هي بوزة، تدخل جوه وتاخد الكوز وبتاع، أيام القرع، وأيام القرع دي اتغيرت بقى كواز. دلوقتي ما فيش الكلام ده. الناس بتيجي من كل حتة عشان تيجي تشرب كل حاجة. والسودانيين وبتوع الصومان وكله. انقرضوا ازاي بقى؟ ما انقرضتش، ده الراجل بس أجرها، أجرها وقعد في البيت ياخد فلوسها بس. أجرها ياخد فلوسها بس. كانت هي واقفة في نفس الشارع وكده كده، بس هو كان في خير عن دلوقتي بصراحة يعني أيام البوظة كان في خير عن، كان في أمان أحسن أكتر من دلوقتي خلاص.